أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و510 حالة شفاء وثلاث حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5,055,239 شخصا. وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4,260,605 أشخاص. وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 511,562 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام إلى 498,131 حالة بنسبة تعافي تبلغ 97.4%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 29 حالة بنسبة فتق قدرها 1.8%. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين جهة الدار البيضاء ستات ب204، جهة مراكش أسد في 20 حالة، جهة الرباط سلا قنيطرة 19 حالة، جهة الشرق 14 حالة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 13 حالة، جهة سوس ماسة 11 حالة، فيما سجلت بكل من جهتي العيون السقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وقلميم ودنون 8 حالات، وست حالات بجهة درعا تافيلات، خمس حالات بجهة فاس مكناس، وثلاث حالات بجهة بني ملال خنيفرة. وتتوزع الوفيات على حالة واحدة بكل جهة دار بيضاء سطات، الرباط، سلا القنيطرة، والعيون الساقية الحمراء. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1406.4 إصابة لكل 100,000 نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.9 لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4405 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة 36 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 342 حالة، 17 منها تحت التنفس الصناعي الاختراقي و190 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل أسرة إنعاش مخصصة لكوفيد 19 فقد بلغ 10.8%، فمزيدا من الحيطة والحذر لتفادي فيروس كورونا.